أخبار اليوم. الله يبارك فيك. طبعا بالنسبة لنا ببارك لجمهورنا الزمالك العظيم الكبير اللي كان ورانا في كل لحظة، ببارك مجلس إدارة، ببارك المستشار مرتضى، ببارك اللعيبة اللي كانوا على قدر كبير من المسؤولية من بداية الموسم، وقدرنا الحمد لله نحسم بطولة كانت صعبة جدا بقالها 11 سنة غايبة عن نادي الزمالك، وده ما جاش من فراغ، يعني جه من نتيجة جهد وتعب مجلس إدارة برئيس نادي بجهاز فني، أجهزة فنية متوالية، بلعيبة، بجمهور، كان حتى لو واقف ورانا من ورا الستار بس كان في جمهور بيدعمنا كبير جدا في جميع أنحاء مصر، والحمد لله أتمنى إن شاء الله إن دي ما تبقى بداية لبطولات، لأن نادي الزمالك وجمهور يستحق أكثر من ذلك بكتير. أصعب اللحظات بالنسبة للكابتن إسماعيل يوسف أو بالنسبة للزمالك بشكل عام على مدار الموسم؟ في أكثر من لحظة، في يعني مرينا بأكثر من مفترق طرق بالنسبة لنا، في مباراة إنبي خسرتنا وكان فيها مشكلة، بعدها مشي هرب باتشيكو، في مباراة الدفاع الجوي دي كانت أصعب مباراة بالنسبة لنا لأن فقدنا 20 شاب من شبابنا كان موجودين، وكانت بالنسبة لنا تأثرنا كتير جدا جدا نفسيا بالحادث دوت، ودي كانت أصعب يعني عقبتين بالنسبة لنا، العقبة الأولى اللي هو هروب المدرب بعد مباراة إنبي، والأصعب أكتر بقى اللي هي فقدان 20 شهيد بتوعنا يعني. فخدنا عهد من وقتها ان احنا نحسم بطولة الدوري اهداء لروحهم يعني. هو كابتن دايما الانسان بيبكي من الفرح وبيبكي من الحزن، احنا عايزين لحظة بكى فيها الكابتن اسماعيل حزن ولحظة بكى فيها من الفرح. انا يعني يمكن حزني بيبقى دايما مع نفسي، لكن انا بكيت جامد جدا بعد مباراتنا مع إنبي الثانية لما عرفت ان في مجموعة من جمهورنا توفوا، دي انا اتأثرت جامد وقعدت فترة كبيرة ابكي مع نفسي يعني، لان طبعا ناس جاية تقف جنبنا وتشجعنا فجأة ما يروحوش بيوتهم، دي كانت يعني حالة صعبة جدا بالنسبة لنا. بالنسبة للفرح بعد حصولنا على بطولة الدوري، ودي كانت في مباراة الاهلي وسموحة، ولما قالوا لنا ان المباراه خلصت ويعني الزمالك توج بالدوري، فدي طبعا دي كانت دموع الفرح بالنسبه لنا وبالنسبه للجهاز كله. الوصول للقمه يا كابتن صعب، وبالنسبه لكم الزمالك الوصول للقمه عوده الدوري بعد فتره غياب، الحفاظ عليه بقى السنه الجايه، انت شايف ايه الفرص؟ الفرص هتبقى اصعب من السنه دي، طبعا هتبقى صعبه، وده الكلام اللي احنا اتكلمنا معاه مع لاعبتنا من بدايه الموسم، حتى اللعيبه الجداد اللي جم فاهمين ان هم هيخشوا على موسم صعب، الفرق دعمت، النادي الاهلي دعم بمجموعه لعيبه متميزه، يمكن سموحه دعمت برضو، في اكتر من نادي دعم، انما طبعا المنافسه التقليديه بيننا وبين لقاءات الديربي مع النادي الاهلي هتبقى صعبه جدا الموسم الجاي، وعلينا الاستعداد وما افرطناش في الفرح، لان عندنا بطولات جايه، عندنا بطوله كاس، عندنا كونفدراليه، عندنا سوبر، فالبطل انت تاخد بطوله سهل، انما انت تحافظ على البطوله او تحصد بطولات، هو ده اللي عايز تركيز وعايز هدوء وعايز لمة وعايز حب وعايز زي ما حصل في الموسم اللي فات.